his actions in July of this year were evil. And for this generation and at this time, Mr. Halderson is the personification of evil in our community. جميعاً نريد أن نجعل آباءنا فخورون بنا، حتى أن البعض منا يحرف الحقيقة بعض الشيء ويخبرهم أنه أنجح مما هو عليه في الواقع، ولكنها تكون كذبة بيضاء، ففي النهاية يكون الأمر نابعاً من رغبتنا في رؤية الفخر في عيونهم. ولكن ماذا يحدث عندما تخرج هذه الأكاذيب عن السيطرة؟ ماذا يحدث عندما تبدأ تلك الكذبة في التضخم ومحاصرتك بكل الطرق؟ كان هذا هو الوضع الذي وجد فيه تشاندر هيلدرسون نفسه أمام والديه، وعندها فعل ما لا يمكن تخيله. ما الذي فعله تشاندر هيلدرسون بالتحديد؟ هذا ما سنراه تاليا. عندما تم إحضار تشاندر هيلدرسون للعدالة ووقف أمام القاضي، أعلن المدعي العام أن هيلدرسون للوهلة الأولى يبدو عليه أنه شخص عادي، وتصرفاته عادية لشخص في عمر 23 مثله، ولكن يبدو أن أفعاله الدفينة لم تكن عادية على الإطلاق. تمتع تشاندر هيلدرسون بطفولة سوية وحياة جيدة للغاية، كان والداه يحبانه للغاية، ولم يتعرض لأي نوع من أنواع الأذى أو سوء المعاملة في حياته. كان لديه والدان محبان، بارت وكريستا، بالإضافة إلى شقيقه الأصغر. ولكن على ما يبدو فإن تشاندر كان لديه تصرفات غريبة لم يستطع أحد فهمها. شهدت صديقته السابقة في المحاكمة وقالت إن علاقتهما كانت عادية للغاية، ولا يوجد بها ما هو غريب أو خارج عن المألوف. شهد كذلك صديق تشاندلر المقرب وذكر قصته عندما كان يقيم في منزل آل هيلدرسون لبعض الوقت، وذكر أن الأمر كان عاديا كذلك، ولكن فيما كانت حياة تشاندلر تبدو طبيعية تماما، طور تشاندلر عادة غريبة، وفي قول بعض الأكاذيب للأشخاص المقربين منه. وقد سلطت حبيبته السابقة الضوء على هذا الأمر في المحاكمة. ذكرت الفتاة أن تشاندلر كان يخبرها أنه غواص معتمد ومرخص ويعمل لدى مركز شرطة ماديسون، وأكد صديق آخر لتشاندلر على أنه أخبره ذات الشيء من قبل، حتى أنه أحضر له بعض الأشياء الصديئة وقال له أنها أشياء مفقودة عثر عليها أثناء عمله في الغوص. كانت هناك مشكلة واحدة في هذا الأمر، لم يعمل تشاندلر أبدا كغواص معتمد لدى أي من مراكز الشرطة. لكن للأسف لم تتوقف كذبة هيلدرسون عند هذا الحد، بل كان يخبر الناس بأنه قد حصل على وظيفة مرموقة في شركة سبايس إكس لعلوم الفضاء. أيضا لم يكن تشاندلر حتى قد تقدم للحصول على أي وظيفة في شركة سبايس إكس أبدا. أيضا كان تشاندلر يكذب بشأن استمراريته للدراسة في الجامعة، وقد قدم محامو الادعاء في المحاكمة مكالمة هاتفية بين تشاندلر وأبيه، وهو يواجهه بأنه لم يجد اسمه مسجل في أي من النظم الدراسية التي تقدمها الجامعة. من خلال كل هذه الأدلة، كان تشاندلر على ما يبدو يعيش حياتين مختلفتين. في الظاهر كان تلميذ جامعة مجتهد ويعمل كغواص محترف لمركز الشرطة، وفي طريقه كذلك للحصول على وظيفة جديدة في شركة إيلون ماسك. ولكن في الحقيقة كان تشاندلر يكذب ويخدع كل شخص من حوله ويضلل الجميع بأكاذيبه. كان الأمر مسألة وقت قبل أن تنكشف كل هذه الأكاذيب، ولم يتوقع أحد ما سيحدث تاليا. لم يعلم أحد على وجه التحديد ما الذي حدث عندما علم والدا تشاندلر بأنه يكذب عليهم، ولكن المدعي العام كون فكرة جيدة عن الأمر. كان الأمر واضحا بالنسبة له أنه على ما يبدو عندما انكشفت حقيقة هذا الرجل ارتجل تشاندلر في أفعاله. تقول الأدلة أن تشاندلر قد أطلق النار على والديه قبل أن يحددوا موعدا مع رئيس الجامعة التي يقول إنه يذهب إليها ويتأكد منه وجها لوجه. اكتشف والده بارت أنه لم يحضر أي فصل دراسي طوال العام. توصلت الشرطة في النهاية إلى أن والد تشاندلر قد أطلق عليه النار من الخلف، وقال المدعي العام أن تشاندلر بعدها أطلق النار على والدته عندما عادت إلى المنزل في تلك الليلة. ولكن كانت هذه مجرد البداية للجريمة البشعة
التي ارتكبها تشاندلر. لقد ألف تشاندلر قصة ليغطي على جريمته وعلى غياب والديه المفاجئ، فقد قال أن والداه قد ذهب في رحلة إلى بيت البحيرة في وايت لايك. لقد تحدث حتى مع صحيفة محلية وظهر على التلفاز ليحث الناس على البحث معه عن أي دلائل لوالديه، أو على الأقل أن يقدموا أي معلومات لديهم للوصول إلى مكان والديه. لا يعلم أحد بالتحديد كيف تم قتل آل هندرسون، ولكن تم العثور على رفاتهم في ويسكونسون. كانت أجسادهم قد تحولت إلى مجرد غبار، ولم يبقى منهم سوى الجماجم والعظام. اقترح المدعي العام بأن تشاندلر قد استخدم منشارا ليقطع به جسدي والديه إلى قطع صغيرة قبل أن يحرقهما، حتى أنه دفن بعضا من أجسادهما قبل أن يحرق الباقي. يا إلهي. عندما كان البحث والتحقيق جاريا، كان تشاندلر يطرق الباب على جيرانه للحصول على أي لقطات من كاميراتهم الأمنية لتساعدهم في حل تلك القضية. ولكن في الحقيقة كان الرجل خائفا من وجود أي أدلة يمكن استخدامها ضده. اكتشفت الشرطة بعد ذلك أن تشاندلر كان يبحث باستمرار في جوجل عن جملة العثور على جثث في ويسكونسون حتى قبل أن يتم العثور على رفات والديه. تم إحضار تشاندلر إلى الاستجواب. في البداية كان المحققين يسألونه أسئلة عادية عن حياته وأصدقائه وعائلته، ولكن بعد ساعة من الاستجواب تقريبا بدأوا في إلقاء أسئلة مباشرة لها علاقة بالجريمة التي حدثت لوالديه. كان يعلم تشاندلر أن هذا التحقيق يتم تصويره، لذلك كان مصمما على أن يجعل نفسه يخرج بصورة البريء دائما. عندما أخبره المحققون بأنه مشتبه به، استخدم تشاندلر حقه في البقاء صامتا والحصول على محام، وهنا لم يعد باستطاعة السلطة استجوابه وحده بسبب استخدامه لتلك الامتيازات، ولم يكن أمام المحققين سوى إيقاف الاستجواب وإلقاء القبض عليه. تم القبض عليه في البداية بسبب كذبه على الشرطة، حيث أخبرهم أن والديه ذهب لحضور مهرجان بالقرب من وايت لايك، ولكن لم يكن هناك أي مهرجان بالقرب من هذا المكان، مما أكد للمحققين بأن تشاندلر يكذب. كانت كل انفعالات تشاندلر وتحركاته ولغة جسده أثناء التحقيق تدل على أنه كاذب. وقال المحققون لاحقا عندما درسوا ردوده جيدا أنه كان بطيء في الإجابة على الأسئلة المتعلقة بوالديه، بعدما أصبح جليا بأن تشاندلر يكذب وأنه هو من قتل والديه، تمت محاكمته بتهمة القتل. بعد التحقيقات تم العثور على تسجيلات لكاميرات أمنية تصور تشاندلر وهو يقود لمكان نائي بالقرب من المكان الذي تم فيه العثور على رفات والديه بالقرب من مزرعة هناك، وخبأ شيئا ما في هذا المكان. وبالبحث في المنطقة تم العثور على أدوات الجريمة وهي مغطاة بدماء كل من بارت وكريس هندرسون. حاولت المحامية الخاصة بتشاندلر بكل الطرق إقناع هيئة المحلفين بأنه لا يوجد دليل مادي على أن تشاندلر هو من قتل والديه، ولكن هيئة المحلفين لم تشارك الرأي. لقد كانوا شبه متأكدين بأن تشاندلر هو من ارتكب الجريمة، وأخذ الأمر منهم ساعات قليلة فقط لإعلام القاضي بأنهم قد وجدوا أن تشاندلر هو المذنب. تم إثبات تهمتي قتل عمد مع سبق الإصرار على تشاندلر هندرسون، وهو الآن يقضي عقوبة السجن مدى الحياة مع عدم وجود احتمالية للإفراج المشروط أبدا. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.